حضرت العرض الأول للفيلم السعودي المنتظر ناقة، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. خلوني أعطيكم انطباعي وتقييمي بدون حرق. أنا عارف إنه كثير منكم منتظر هذا الفيلم بحماس، بس حاب أقول لكم إنه الفيلم يستحق الانتظار. عن نفسي دخلت الفيلم بدون ما أعرف القصة واستمتعت، وأبغاكم تعيشوا بنفس التجربة. الفيلم من إخراج المبدع مشعل الجاسر، اللي قدم لي فيلم بطابع مميز ومختلف عن باقي الأفلام. فيلم ممتع وعبقري، ويحتاج منك إنك تكون مركز عشان توصلك التفاصيل الدقيقة اللي فيه. وزيادة على جمالية هذا العمل هو أداء الممثلة السعودية أضواء بدر، اسم جديد في الساحة الفنية، حصلت على جائزة الممثلة السعودية الصاعدة مهرجان تورنتو السينمائي بدورها في نفس الفيلم. تعرفوني ما جامل، أنا بس أقول لكم تجربتي، وفيلم ناقة أضمه لقائمة أمتع الأفلام السعودية والعربية اللي تابعتها. وبالجودة المقدمة والرسالة المطروحة، الفيلم يستحق تقييم 8/10. الفيلم راح ينزل على منصة نتفليكس بكرة تاريخ 7 ديسمبر، ويستحق يكون فيلم سهرتكم. سلام.